قام أمير فرقة قوة الواجب غيث العميد الركن عادل رجيب بزيارة ميدانية لمدينة صباح الأحمد، وذلك لتفقد سير العمل هناك. قوة الواجب غيث تواصل تقديم المساعدات الأمنية والإنسانية في مختلف المحافظات لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال تقلبات الطقس. استعدادا لمواجهة أي طارئ مع موجة الأمطار، قامت فرق قوة الواجب غيث التابعة لوزارة الدفاع بزيارة لمدينة صباح الأحمد لتفقد آلياتها ومدى استعداداتها. طبعا قوة واجب غيث هي تمثل وزارة الدفاع، وما زلنا من بداية وضع الحالة احنا مستمرين في دعم جهات الحكومية داخلية، الحرس الوطني، مطافي، ووزارات الدولة، وما زلنا قائمين لحد الآن. احنا شغالين، واحنا اليوم موجودين في منطقة صباح الأحمد لتأمين وإعادة الوضع ما هو سابق عليه. احنا أمانة في عندنا تنسيق كبير للمنطقة، للمنطقة الخلفية، والتنسيق دور فعال في العمليات المشتركة كمركز عمليات، هو عن طريقه اللي تلقى الطلبات والامور هذه لاسناد الجهات الحكوميه، وعن طريقه يوجه لنا الاوردر واحنا نستطلع عليه ونرتب امورنا مع الجهات اللي موجوده لاعطائه ومسانده حسب الامكانيات اللي موجوده عندنا. فرقه الواجب غيث تواصل جهودها لتقديم الخدمات الامنيه والانسانيه، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. صراحة واجب غيث دائما احنا نشارك في، ليس في دعم بس، هم في ايجاد الحلول. يعني احنا دائما نشوف المشكلة نحاول في ايجاد الحلول، فكانت احدى الامس الجولات مع سعادة المهندس في ايجاد المشاكل، وين ايجاد المشاكل وما هي الحلول المقترحة. وصراحة احنا اقترحنا كذا اقتراح امس، وكان صراحة صدرهم اخواننا في وزارة الاشغال رحب واستقبلوا اقتراحاتنا، جزاهم الله خير. طبعا احنا واجب غيث مقسم كذا وحده حسب احتياجات، يعني عندنا حسات القوى البريه، عندنا هيئات التموين، عندنا قوى الجويه، عندنا البحريه. القوى الجويه استطلعنا المكان وشفنا اماكن الامطار وشفنا اماكن سير والسير. استخدمنا قوات الهندسه القوى البريه واستخدمنا هندسه المنشآت في دعم المستشفيات في ايجاد حلول صد اماكن المياه ومعالجتها. استخدمنا هيئه التموين معداتها في انقاذ الاليات في سحب المياه من اماكن تضرر. انا قبل لا اجي منطقه صباح الاحمد في مستشفى الفروانيه تاكدنا واجتمعنا مع مدير المستشفى ومساعد مدير المستشفى وبتوزيع الخطة، والآن طالع من منطقة صباح الأحمد متجهين إلى مستشفى عدان لأن بعد التأكيد على وضع المستشفى، وراح نطلع من عدان راح نمر الأخوان في مستشفى الأميري لهم حرصنا الزايد لتأمين المكان كمستشفيات وكمناطق مستلمينها من قوة واجب غيث عن طريق مركز عمليات مشتركة بالتنسيق مع المنطقة الخلفية. مركز عمليات قوة الواجب في حالة تأهب واستعداد تام للتعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات الطوارئ، وذلك يأتي ضمن إطار التنسيق والتعاون المشترك لتقديم كل أوجه الدعم والإسناد لأجهزة الدولة لمواجهة الحالات الطارئة وسط عدم استقرار حالة الطقس في البلاد.